عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خصال الخير الفيه كثيره جدا، حتى ذهب ابو يوسف الصالحي الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمده الجميع، قال حتى الناس الكفار. ليه؟ قال لانه اشتمل على صفات محموده، من عرف انها فيه حمده عليها. لانه كثير من الكفار غشهم وهم ما عارفين ذاته، ابنه ده نبي مرسل من عند الله، وعاندوا وكابروا ومشوا جهنم. طيب اذا يا اخواننا، الاسم محمد معناه شنو؟ الذي يحمد كثيرا. طيب والاسم الثاني احمد، واحمد قالوا هو الذي يحمد كثيرا، اللي بيحمد هو. فصيغه تفضيل من الحمد، اي هو الذي يحمد، بيحمد ربنا سبحانه وتعالى كثيرا. طيب الاسم محمد سمي به غير النبي صلى الله عليه وسلم 19 نفر، وقيل 18، وقيل 16 نفر، ديل اسماء محمد. ولهذا الاسم ميزة على بقية الأسماء، الاسم ده بالذات محمد عنده ميزة على بقية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهود لمحمد بهذا الاسم بالرسالة. يعني لو قلت شنو؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أحمد رسول الله، ما دخلت الإسلام. أشهد أن نبي الملحمة رسول الله، ما دخلت الإسلام إلا تقول محمد. ده الميزة الخاصة لهذا الاسم. طيب يا أخواننا، يبقى هنا في سؤال. عيسى بن مريم عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن، صحيح؟ قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا قال أحمد ولم يقل محمد؟ قال أهل العلم لأنه لم يسمى بهذا الاسم اللي هو أحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قبالوا ما في ذول اسمه أحمد، قالوا ولا بعده، إلا لما جاء في القرن أظن الرابع أو الثالث، عفوا القرن الثالث أو الثاني، جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي. الخليل ابن أحمد ده شيخ سيبويه عالم اللغة، الخليل ده أبوه اسمه أحمد، قالوا ده أول أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أحمد ما في، وقباله أحمد ما في. عشان كده عيسى بن مريم عليه السلام بشر به بالاسم أحمد عشان ما يتلخبط على أهل الكتاب. وبعد ده نكره، بعد ده نكره اليهود والنصارى، نكره بعد ده. كويس؟ طيب